الحمد لله بنعمة ربي اللي عطاها ربي الدار. هذا هو الحمد لله، هذا الحمد لله من فضله ربي تبارك وتعالى عطاها وداها، وانا كنشكر المحسنين وانا كنشكر اللي هو كل ما وجر على هذه البنية هذه، الله يعشر له خطواته والله يعطيها له مقبولة من عند صدر ربي حسنة. هذا هو الشيء اللي كنمشى والله، وكنشكر كاع ما هو اللي ساهم، وكنشكر سيدنا. أخت حنان توفت اليوم السبت 13 غش مع الساعة مع الجوج ونص. هذا قدر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والناس كاع المغاربة اللي حسنوا بها وتعاونوا معها أدعات معهم ومشات بواحد الطهارة وشهدت، والحمد لله مشات بواحد الظروف زوينة، ما كان عندها لا حريق لا والو، ماتت موتة زوينة عند الله. كاع الإنسان يتمنى بحال هاد الموجة، الحمد لله ربي بغاها، إنا لله وإنا إليه راجعون. كنت حداها بقات تشهدت، كملنا بعض الصور ديال القرآن، شهدت بقات تشهدت، ثبت الله، شافت العائلة ديالها، بعد شافت العائلة في آخر لحظة توفات، بقات تسين العائلة تجمع.